وللحديث عن أزمة الجفاف التي تضرب العراق ومسؤولية إيران عنها معنا من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، وكل عام وأنتم بخير وجمهوركم الكريم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. فطركم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. سيد نوري، يعني هناك امتلاء للسدود يعني في إيران بكميات كبيرة من المياه، رغم ذلك فإنها يعني مصرة على انتهاج سياساتها بقطع المياه عن أنهر العراق. ما تفسير هذه السياسات واستمرار إيران بها؟ الحقيقة إيران لم تسمح أبدا، يعني طيلة هذه السنوات التي مضت، بمفاوضات العراق حول المياه، وباستمرار هي تقطع المياه حتى وإن ملئت السدود الإيرانية بالمياه أو هنالك يكون فائض مثلا بالمياه لديها، هي لا تطلق المياه لأنه هي لا تريد أن يتحول العراق إلى منتج للثروة الزراعية، وخصوصا محافظة ديالى نعلم جميعا أنها محافظة زراعية منتجة، أرضها خصبة للزراعة وممكن تغطي حاجة العراق، بالتالي هذه الحاجة أو السوق المفتوح للعراقي المستغل من قبل إيران، لا يمكن إيران تسمح بأن يأتي الماء من أراضيها إلى العراق بالتالي يغلق هذا السوق عليها. بمعنى خلينا نحكيها بالعامية العراقيين يعرفوها كل الزين، هم ما يخلوننا نزرع حتى يبيعوننا مزروعات، إنتاجهم الزراعي هو اللي يعني ينزل بالسوق والسوق العراقية يعني، فكيف ممكن نتخيل أو نتصور أنه إيران يعني تسمح للعراق يزرع ويمنعها من السوق الخصب؟ تعلم أنت العراقي سوق يعني كبير بالنسبة لإيران حاليا، فهذا السبب الرئيسي حقيقة يعني لمنع المياه. رغم منعها للمياه عن العراق، يعني هناك مطالبات من قبل الإيرانيين للعراق يعني بأمور عدة، من بينها يعني رئيس البرلمان الإيراني كما تعلم يطالب العراق بفتح كامل لحدوده مع إيران لدخول الزوار الإيرانيين كما يسميهم. يعني كيف يمكن فهم السياسة التي تتبعها إيران مع العراق، و يعني التي بطبيعة الحال بعض المراقبين وصفها بالسياسة الاستعلائية، لا تتعامل مع العراق ندا بالند وإنما بطريقة استعلائية، لماذا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي؟ نعم، هذا يعكس أمرين. الأمر الأول هو عدم احترام إيران للدولة العراقية، هذا واحد، وهي تحاول استغلال كل ما هو ممكن لصالحها في العراق. أما الأمر الثاني هو ضعف الحكومة بطريقة التفاوض واستخدام الأوراق المهمة للتفاوض مع الجانب الإيراني. يعني الحكومات العراقية من 2003 لحد اليوم هي مستسلمة لأداء أو لتصرفات الجانب الإيراني، بالتالي يعني لا يوجد قدرة عند الحكومات بأنه يواجهون إيران ويقولون نعم. قلت نعم، ذكرت سيد نوري نعم. عذرا للمقاطعة، ولكن ذكرت أنها لا تستخدم، الحكومة العراقية لا تستخدم، أو الحكومات بطبيعة الحال الحكومات العراقية لا تستخدم الأوراق المهمة. مثل ماذا هذه الأوراق؟ الأوراق المهمة هي يعني حاجة إيران حاليا إلى العملة الصعبة، هو ماكو منفذ لإيران غير العراق، يعني العراق هو سوق إيران الوحيد في سلاحها، إذا كانت منتوجات زراعية أو صناعية زراعية أو غير ذلك، كل سوقها هو العراق الوحيد، يعني هذا مورد. الثاني هي السياحة الدينية، وهو ورقة مهمة جدا لأنه اجتماعيا الشعب الإيراني بحاجة إلى هذه السياحة، بالتالي الحكومة العراقية يفترض أنه تستخدم ورقة لصالحها. الآن هم يضغطون على الحكومة العراقية ويريدون من الحكومة العراقية أن يدخلون الزوار للعراق بدون فيزا، ويلومون العراق بأنه يوضع فيزا، هم يحاولون استغلال هذا الجانب
بعواطف طائفيه، بينما هو يفترض انه الحكومه العراقيه تبرز بانه هذه القضيه ليس لها علاقه بقضيه العواطف الدينيه، لانه المسلمين موجودين في كل طيب. كل البلدان، بالتالي مو فقط الايرانيين يستحقون انه يدخلون بدون فيزا. برايك سيد وهذا نوري، الامر بسيد نعم. يعني برايك سيد نوري، ما الذي يمنع الحكومه العراقيه الى ان تذهب بعيدا يعني باستثمار هذه النقاط؟ شوف، اي ملف ما تستثمر الحكومه الحاليه مع ايران بسبب تبعيتها، بكل صراحه بسبب تبعيتها للاراده الايرانيه. اليوم احنا ما عندنا حكومه مستقله تدافع عن مصالح البلد، عندنا حكومه تابعه لايران، وايران يعني حتى لما نتحدث عن تفاوض ما بين العراق وايران، احنا حقيقه وفق التسريبات لا نجد هنالك تصريحات تتحدث عن تفاوض، تتحدث عن توجيهات من ايران للحكومه العراقيه. فبالتالي هذا السبب الرئيسي، يعني الحكومه العراقيه متى تكون قويه مستقله عراقيه حقيقه، هي تكون قادره على التفاوض مع ايران او اي دوله جاره او غير جاره، لانه يعني تنطلق من ارض قويه، ارض رصينه، وهي العراق. للاسف ما لا توجد، يعني الى اليوم لا يوجد عندنا حكومه بهذا المعيار. طيب سريعا سيد نوري، يعني السفير الايراني في العراق نفى قطع ايران لروافد مياه الانهر عن العراق، متذرعا ان 7% من المياه او 7% فقط من مياه العراق تاتي من ايران والباقي من تركيا، كانه يلقي اللوم على تركيا، والكل يعلم يعني ما تفعله ايران وما لربما استجابه تركيا الايجابيه مع المطالب العراقيه بالنسبه للانهار، ولربما يعني عدم الرد وعدم التجاوب الايراني. ما الذي ينتظره السفير الإيراني من الحكومة العراقية لتتخذه مقابل الحكومة التركية؟ لماذا يحرض على هذا الملف؟ هو هذا الملف حتى يتهربون من مسؤوليتهم، هذا جانب، والجانب الآخر هو لتأجيج أيضا بنوع من الطائفي. يعني الحقيقة أنه هذا المعيار ملف طائفي لا أكثر ولا أقل بحديثه، وهو يريد أن يتهرب من مسؤوليتهم اتجاه المناطق ذات الأغلبية الشيعية، والتي هي التي قطعت عليها المياه. هنالك أكو يعني فارقين حقيقة، أتمنى أنه الوقت يسعفني. الفارق الأول، الأراضي العراقية، يعني المياه التي تدخل للأراضي العراقية هي منقسمة، يعني لا يوجد أنهر مشتركة في العراق ما بين المياه التركية والمياه يعني المياه التي تأتي من الأراضي التركية والمياه التي تأتي من الأراضي الإيرانية. والنقص الحقيقي اللي موجود في المياه هو موجود في المناطق التي تأتيها المياه من الأراضي الإيرانية. هذا فارق. الفارق الآخر، إيران لحد اليوم هي لم تسمح بفتح ملف التفاوض حول المياه مع الحكومة العراقية. عكس ما موجود مع تركيا. تركيا باستمرار هنالك تفاوض مستمر، وأنا أذكر يعني قرأت مقال منشور سنة 1971، من ذاك الوقت إلى هذا الوقت هنالك تفاوض مستمر ما بين وتفاهم ما بين العراق وتركيا في اطلاقات تعاطي مياه ايجابي لربما. نعم، هنالك تعاطي ايجابي في اغلب الاحيان، في اغلب شكرا. الاحيان تعاطي ايجابي ولا يوجد مشكله، يعني ولكن العكس، هذا انا حبيت ابينه حقيقه. شكرا جزيلا لك الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.